المستوى الرابع الكوردات. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. المستوى الرابع في كورس الار جي تي. كورس الار جي تي احنا كلنا عارفين ان احنا وصلنا بقى فيه للمستوى الرابع. لازم دلوقتي بقى نتعلم ان الكورد يتعزف ككورد عادي اللي هو ترايد ثلاث نوت، وكمان هنمد عليه كمان السيفن بتاعته او السبعة بتاعته. انا لاحظت ان المستوى الرابع ده كله اقدر اقول ان هو المستوى بتاع السبعة بجدارة، يعني كل الكوردات اللي فيها النوتة السبعة، الاربيجيوز فيها النوتة السبعة، السلالم كلها بتخليك تعمل السلم من طريقين، فتقدر انك انت يبقى عندك المسطرة مفتوحة قدامك تقدر تعمل منها اللي انت عاوزه على الجيتار. فاعتقد ان بعد المستوى الرابع انت بتبقى في ليفل تاني من الجيتار. كل كورد هناخده في المستوى الرابع ده هيتعزف من حتتين مختلفتين. اول كورد هناخده اللي هو الدو ماينر 7 دومينير، كورد دومينير سي ماينر 7. الكورد بتاعنا اما هنعمله من الوضع الكامل اللي هو ترايد اللي هو تلات نوت بس، دو مي بيمول سول سي اي فلات جي، هيبقى من الخانه الثامنه. الخانه الثامنه تعرف منين الخانه الثامنه؟ الخانه الخامسه اللي هي عندها الله، اللي هتلاقيها على طول تاني نقطه عندك في الجيتار من فوق، او تاني نقطه موجوده على المسطره من هنا، بعدها بنقطتين تاني هتبقى السبعه. فانت عندك هنا النقط بتبقى 3 5 7، اللي هي بين السبعه والتسعه هتبقى الخانه الثامنه دي على الوتر المي، هتبقى اسمها دو. فالدو بعمل عليه الكورد الباري المعروف، بحط صباعي الاولاني على كل النوت بتاعت الاوتار كلها، كل الاوتار كلها بالصباع دوت، والصباع الوسطاني ده مش هيعمل حاجه معايا في الكورد دوت، لان انا بعدي خانه او الخانه بتاعته ديت، واحط الصباع التالت على الوتر الخامس في الخانه نمره 10، وتحتيه صباع الصغير بتاعي على طول خانه نمره 10 في الوتر الرابع، فبيبقى طعم الكورد من الناحيه دي كده. ده الكورد المينير من الخانه الثامنه سي ماينر. سي ماينر الكورد السي ماينر. طب ممكن اعمل بقى السي ماينر 7. سي ماينر 7 بتاعي سهل جدا من المنطقه ديت، ان انا هشيل الصباع الصغير بس، فيبقى عندي صباعين مش شغالين معايا خالص، التاني والرابع، والصباع التالت بس محطوط ماسك الخانه نمره 10 على الوتر الخامس. ده طعم الماينر 7. في مكان تاني اقدر اعزف منه السي ماينر 7 مشهور عندي على المسطره وبنستعمله كتير؟ ايوه، موجود عندنا على الخانة التالتة بالصباع كامل بري برضو، الصباع التاني على الوتر التاني الخانة الرابعة، والصباع التالت على الوتر الرابع في الخانة الخامسة، فبيبقى عامل كده. شوف طعمه اختلف ازاي؟ ليه؟ لان النوتة اللي في الاساس اختلفت، والانقلاب بتاعه كمان غلظة الصوت نفسه، ده من جزء من المسطرة مختلف. غير ده النغمة الحادة اللي فيه هنا دو، النغمة الحادة اللي فيه هنا سول. شوف الصوت بتاع الكورد اختلف ازاي، هو ماينر دو ماينر 7، الاثنين دو ماينر 7. زي ما قلنا المستوى الرابع ده مستوى النوتة السبعة على الكوردات والأربيجيوز بجدارة. ليه؟ الكورد اللي احنا هنعمله ده دلوقتي الميجر السي ميجر او الدول ماجير، اهو موجود من الخانه الثامنه. الباريه العادي اللي انا بحط اي صباعي كامل هنا، الصباع الثاني على الوتر الثالث في النقطه نمره 9، والصباع الثالث على الوتر الخامس الخانه 10، وتحتيه بالظبط الصباع الصغير. الكورد الباريه ده معروف، ده السي ميجر، ميجر العادي. لو انا شلت الصباع الصغير ده بس هيبقى السي 7 الدوميننت 7، هتبقى معانا على فكره مش في سلم الدو ماجير خالص، دي في سلم الاف ميجر، سلم الفا ماجير الخمسه بتاعه الاف سي، فالسبعه المتسلطه بتاعه سلم الفا ماجير اللي هي الدو 7. ليه؟ لان معايا سي بيمول فيها، ديش موجوده معايا في سلم الدو ماجير.
طيب هل ممكن اعزف السيفن دوت من حتة تانية؟ ايوة، من الخانة التالتة اللي هو الكود البريء اللي من تحت. بحط الصباع بالكامل على الخانة التالتة وباجي بالصباع مثلا الرابع والتالت. اسهل حاجة انا بعملهم بالرابع والتالت، في ناس بتعملها بالتاني والتالت زي ما انت عايز، في ناس بتعملها بالتاني والرابع زي ما انت عايز، بس انا بلقيتها انها اسهل بتبقى بالتالت والرابع. بحط الصباع كامل هنا، الصباع التالت هيبقى على الوتر الرابع الخانة الخامسة، والصباع الرابع هيبقى على الوتر التاني الخانة الخامسة، وبكده بعزف ال C7 من هنا. نسمع الفرق بين دوت وده. هو نفس الكورد بس اختلفت الاصوات فيه شوية، مين فيهم اعلى حدة، الدو ولا الصول. اخر كورد هناخده الميجر، ميجر 7، يعني الكورد ميجر بس السبعة كمان مش دوميننت، مش فرق بينها وبين النوتة الاساسية تون، نص تون، فهيبقى من الدو السي طبيعية معانا موجودة. السي ميجر 7 دوت ده موجود معانا في سلم الدو ماجير، لان السي الطبيعية موجودة معانا في سلم الدو ماجير، البي نوتة البي. فاحنا عندنا السي ميجر العادي. شايف بقى البوزيشن الغريب اللي هيحصل هنا ده بقى، بدل ما انا هحط الصباع التاني هنا على الخانة نمرة 9، لا ده انا هحط التاني على الوتر الرابع في الخانة نمرة 9 وتحتيه على طول التالت بتاعي، يعني هتلاقي التاني والتالت فوق بعض جنب على طول الخانة اللي انا بعزف بيها كده، والصباع الرابع بتاعي هيعزف النوتة نمرة 10 على الوتر الخامس، فبيبقى عامل كده. سمع السبعة بتاعته، مش سبعة دومينانت خالص، سبعة مختلفة شوية، الكورد راكز مش عايز يروح حتة، واخد بالك؟ طب لما نيجي نعمله هنا في الوضع البريه برضو اللي تحتاني شوية، اللي هو هيبقى من عند الخانة التالتة نفس الكورد ده، السي ميجر ميجر 7. احنا قلنا ان دوت السيفن اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. طب لما اجي عايز اقلل السيفن ديت اللي انا عاملها بالبريء بالصباع البريء، فاحط قدامها الصباع التاني على الوتر التالت، فيبقى عاملين زي مثلث كده. فاحنا نسمع كده بيبقى عامل ازاي. كورد راكز ساعات بيبدلوه مع الميجر، يعني الميجر اللي هو اساس الكورد ممكن تحط بداله ميجر ميجر 7 برضو، راسي برضو ورايق وبيديلك برضو غموض الجاز، يعني انت بتقدر تحط عليه الجاز، ممكن تعمل الاربيجيوز عليه، ومن هنا بنعمله بالمنظر ده. دي كانت الكوردات بتاعت المستوى الرابع. عندك الكوردات السبعة سواء ميجر 7 او دوميننت 7 او ماينر 7، التلات انواع تقدر تعملهم من بوزيشنين. طب هو داري بوزيشنين ليه يعني، وانا احفظ اتنين ليه، ما كفايه واحد. خلي بالك شوف، ادالك واحد هنا دوميننت 7، واحد هنا دوميننت 7 من المسطره، حركك من المسطره من اخرها هنا لاولها هنا، ده معناه انك انت لو في المقطوعه عندك هنا لا ماينر مثلا وعايز تعمل بعدها السي 7 تعمله من هنا، وممكن تعمله من هنا لو انت هتنزل رايح ناحيه الفا هتعمله من هنا عشان تطلع الفا هنا مثلا. فانت لازم تبقى عارف اكتر من بوزيشن تعمل منه الكورد ازاي، علشان بعد كده لما تتنقل ما بين المسطره بين الكوردات، كل ما قربت من بعضيهم الكوردات كل ما كان الهارموني او النوت ما بتتحركش مسافات كبيره قوي، بتتحرك بينها وبين بعضيها مسافه قليله، بتبقى مقبوله للودن وتحسس المستمع مفيش فرق كبير، بس انت بتتنقل بسلاسه ما بين كوردات الهارموني بتاعك. مش تعمل له كورد مثلا سي 7 من هنا وتعمل فا من هنا، بعيد قوي. بس شوف ده اقرب صح، ولما عملته من هنا وقفلت على الاف ميجر غير دي خالص، تاني صرخ صرخه اعلى شويه، فعلى حسب ما انت عاوز تفصل التفصيله الهارموني بتاعتك. واشوفكم الحلقه الجايه.